دكتور خالد، أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في أي انتخابات نشوف المحلات بتقفل الخشب وتحضر نفسها لمظاهر العنف. أول مرة، يعني أنا ما شفتهاش، أنا بغطي الانتخابات دي من قلب أمريكا من الثمانينات، أنا عمري في حياتي ما شفت كده. ده كأنهم بيستعدوا لإعصار قادم بسبب النتيجة. أنت متوقع أن ده ممكن يحصل فعلا في المدن الكبرى؟ بنسبة 50-50. يعني اللي بيقوله دكتور طارق مهم برضه ولابد يؤخذ في الاعتبار، وهو بيتحدث عن الثوابت الأمريكية الحقيقية رغم كل تهديدات ترامب. لأن القطاع العريض في الرأي العام الأمريكي، وهنا تبرز كمان معاهم المؤسسات الأمريكية. دكتور طارق ذكر المحكمة العليا في البنتاغون اللي بس مجرد طبعا. انه بالظبط اللي هو يعني ورد اسمه في بعض التصريحات، راح طالع بسرعه المؤسسه العسكريه وقايله انا لا علاقه لي لا بالسياسه ولا استخدام اسمي كمؤسسه عسكريه في الفصل ما بين الرؤساء الامريكيين ولا لي دور في هذا الامر. الخارجيه الامريكيه، السي اي اي، حضرتك ادرى كل الكيانات المؤسسات الاساسيه بتاعه واشنطن بالظبط. هي هنا ودي الاشاره الحقيقه اللي انا بقول انها ربما تعمل توازن مع حاله الاستقطاب اللي احنا تحدثنا عنه. انا بقول 50-50 ليه؟ لان في شحن، وانا ربما بدات حديثي بدا الشحن زائد جدا يا دكتور طارق. يعني في ضغط على اعصاب وعلى توجهات الناخبين لأول مرة تظهر موضوع الحديث العرقي والأصول البيضاء واللاجئين والقادمين والصور المهاجرين ما بين الولايات المتحدة والمكسيك. يعني عناوين الحقيقة لأول مرة تجد لنفسها مكان، ومكان متقدم جوه عملية التنافس الأمريكية بهذه الصورة. ده بيخلق احتقان كبير جدا. السود الأمريكيين وهم بيتحدثوا، احنا بنتكلم على ما يقارب تلت الشعب الأمريكي من أصول أفريقية النهاردة، يعني في 2020. طب هذا التلت اللي جاي بميراث من الغضب والسنوات القليلة الماضية، ربما شاهدنا طبعا أحداث كبيرة وحادث مقتل عدة مرات، يعني أكتر من مرة ورا بعض، لكن احنا كنا بنتكلم في خمس ولايات مشتعلة بالفوضى وبالعنف لسه من 4-5 أشهر بالظبط. يعني ذاكرة استخدام العنف الحقيقة لازالت لم تغب عن أذهان، وده اللي كانت التهديدات اللي لقت لنفسها مساحات على السوشيال ميديا الأمريكية، اللي كان الأمريكان طول الوقت كانوا بعيد عن ده وبيتحدثوا بنوع من الوقار ومن التنافس الحزبي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. أول مرة تحصل قذائف الاتهامات المتبادلة، وأنا بخشى جوه الخمسين بتاعة الميل للعنف موضوع التهديد. أول مرة يظهر مسألة التهديد بالنتيجة، وهو ده إجابة سؤال حضرتك. إن فجأة التهديدات دي لما وصلت إلى مرحلة الخطر، إن أنا بهدد إن أنا لو مرشح بتاعي لم يفز ولم ينجح سأنزل إلى الشارع وأمارس العنف.